بص، قبل ما ابدا اي حاجه، شكرا جدا للناس اصحاب الكومنتات دي، فعلا فوق دماغي وكلامكم ده بيسعدني جدا. يلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم. اولا عيد مبارك على كل حبايبي واخواتي اللي في القناه. ثانيا حلقه جديده من قناتكم طوفان اهلاوي. انا مبسوط جدا لدعمكم ليا الفتره الاخيره، وفعلا انا بحب اللي بعمله جدا بسببكم، وشرف كبير ليا اي واحد مشترك عندي في القناة. ثانيا والاهم، النهاردة عندنا جولة جديدة من فقرة الكشاف. اللي ما يعرفش الكشاف، الكشاف عبارة عن اننا بنرشح لاعب لفريق في احتياج ليه الفترة القادمة، وبنشيل لاعب من نفس الفريق. الراحل النهاردة هو طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الاهلي، لاسباب كتيرة هقولها لك في الفيديو. ولكن دلوقتي هنشوف الكشاف هيرشح لنا مين يتضم بدل من طاهر للنادي الاهلي. الكشاف عرض لنا 3 ورقات. اللاعب الاول هو مصطفى شلبي، لاعب نادي انبي اللي متألق جدا هذا الموسم مع انبي، ومقدم مستوى كويس جدا الى حد ما. وفي تقارير بتقول ان النادي الاهلي تعاقد معاه بشكل رسمي، ولكن ما تمش الاعلان. بس ملناش دعوه بكلام الصحف خالص، احنا هنختار على حسب احتياج النادي من وجهة نظرنا. مصطفى عنده 28 سنة، بيلعب جناح شمال، مسجل الموسم ده 7 أهداف وعامل 3 أسيستات، واتكلمت عنه في القناة، خش شوف الفيديو اللي موجود في القناة لأنه فيديو ممتع جدا. مصطفى عنده قدرة هايلة إنه يقدر يقف على الكورة ويعمل ثنائية مع الظهير، ولاعب مهاري وإضافة لنادي إنبي، وبيسجل أهداف وبيصنع أهداف، لاعب فعلا مؤثر في نادي إنبي. مين هي بقى الورقة التانية؟ الورقة التانية هي عبد الكبير الوادي اللي عنده 29 سنة، لاعب نادي سموحة، اللي عامل أحسن مواسمه مع سموحة هذا الموسم، لاعب مغربي محترف بيقدم مستوى مميز، وتقريبا هو أكتر اللاعبين مساهمة في الدوري المصري حتى الآن. ساهم الموسم ده في الدوري ب15 هدف، سجل 7 وصنع 8، وفي بطولة كأس مصر سجل 2. لاعب مميز جدا عبد الكبير. الورقة التالتة واللاعب التالت هو أحمد رفعت، لاعب فيوتشر اللي عنده 29 سنة، أكتر لاعب مستواه ثابت في الدوري المصري من موسمين، ولاعب مميز جدا جدا فعلا. مساهم هذا الموسم ب13 هدف في الدوري، سجل 8 أهداف وصنع 5، ده غير هاتريك أسيست في ماتش المحلة في نهائي كأس الرابطة، وكان هو أحسن لاعب في المباراة من وجهة نظري. كده عرفنا مين هم ال3 ورقات اللي معانا. اختار أنت بقى لاعب دلوقتي في الكومنتات قبل ما تكمل الحلقة. وبالمرة قبل ما نكمل، صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل فولو لي على فيسبوك، الأكاونت باسم طوفان أهلاوي، تعالى بنروش الدنيا هناك. تعال نكمل الحلقة بقى. اختياري من ال3 لاعبين هو الاختيار الاخير. مين هو يا طوفان؟ الاختيار الاخير هو احمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر. انا شايف انه اضافة كبيرة وافضل من طاهر بكتير. تعال بقى نتكلم عن طاهر ونقول لك ايه سبب انه يمشي من الاهلي اصلا. ما تزعلش مني انت بتحب طاهر او لا، بس الحقيقة ان طاهر ما عندهوش اساسيات كرة القدم. انا عمري ما كنت بحب انتقد لاعب، ولكن دي الحقيقة. تعرف يعني ايه لاعب بيلعب في الاهلي ما بيعرفش يعمل الاستلام والتسلم بشكل صحيح؟ تعرف يعني ايه لاعب بيبقى مجهوده كبير جدا في الملعب بس ما بيقدمش اي اضافة؟ لاعب زي طاهر لاعب مع الاهلي اكتر من 50 مباراة، مسجل فيهم 7 اهداف فقط، منهم ضربات جزاء كمان. بصراحة انا شايف كواليتي النادي الاهلي مش في طاهر تماما، وشايف انه ناقصه كتير علشان يلعب بشكل اساسي او حتى بديل في النادي الاهلي. عموما خلينا نكمل. واحد يقول لي قول لنا بقى يا طوفان ليه اخترت احمد رفعت؟ هقول لك، لانه لاعب فيه كل مواصفات جناح النادي الاهلي، لاعب سريع، مراوغ جيد جدا، وتقريبا مفيش حد يعديه في الحته دي غير احمد عبد القادر ومحمد ابراهيم. غير كده هو لاعب حريف جدا، بيقدر يعمل كرات عرضية بشكل مميز جدا برجله الشمال واليمين، عنده القدرة على صناعة الفارق مع أي فريق لعب فيه، ولاعب مؤثر جدا في الملعب. نسبة صناعة الأهداف عنده عالية جدا، ودي حاجة مفيدة جدا، وبتدل إنه مش بيبص على نفسه بس، ومش بتاع شو ولا ترقيص وخلاص. وبالمقارنة مع الأجنحة اللي عندنا في مركزه، لا هو يفوق بصراحة، لأن بصراحة إحنا عندنا أجنحة فراخ مش لاعبي كرة قدم. خلاصة الكشاف في الحلقة دي هو انضمام أحمد رفعت من فيوتشر، ورحيل طاهر محمد طاهر من الأهلي، وبكده تقدر تأول جبهة اليسرى في النادي الأهلي بعد ما الكشاف اختار لنا الحلقة اللي فاتت محمد حمدي ظهير نادي بيراميدز، وكان بديله في حالة انه صعب يبقى موجود مع النادي الاهلي كان بديله محمد شكري. وارجع للحلقة هتلاقيها موجودة على القناة. قولنا بقى، هل النادي الاهلي يقدر يتعاقد مع احمد رفعت؟ احمد رفعت كان قريب جدا من النادي الاهلي الموسم اللي فات، ولكن النادي الاهلي اتأخر جدا
في إتمام الصفقة. أحمد رفعت إضافة كبيرة، والنادي الأهلي يقدر يخلص أحمد رفعت من فيوتشر لو دفع مبلغ كويس وودى لعيب أو اتنين أعارة لنادي فيوتشر، لأننا بنتعامل معهم بشكل جيد في الفترات الأخيرة. كده انتهت حلقتنا، قولنا بقى إيه رأيك في صفقة أحمد رفعت للنادي الأهلي بدل من طاهر محمد طاهر، وقولنا هل هو أنسب خيار في الوقت الحالي ولا لأ. كده انتهت الحلقة، واخيرا قولنا حابب الكشاف يتكلم عن انهي نادي وانهي مركز في الحلقة اللي جاية. ما تنساش قبل ما تقفل الحلقة تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناة لانه بيدعمني جدا، وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، انتظرونا في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم الايام بخير يا رب. سلام.